لحبك عندي حاجة مش عادي، يلا حكمك هو نفسه حكمي، يلا ليك اللي مهما بعدت عنك هو دمي، اللي حبك عندي حاجة مش عادل، كل شارع من شوارعك في حكاية، عن صحابي وعن حاجات حصلت معايا، ناس كتير قالوا لي جنبي وليا، بس مهما كان رغم أين احنا صعب عشت فيها، بكرة قدر اني ابني فيك ألف أصل، اللي بتقول انها راحت عليها، يلي حبك هو نفسه حبني أما أحمد جمال دايما لما نيجي نقول رأينا نقول هناء المستقبل، أنا بعرف صوته إن اللي جاي هيبقى جديد لأن هو بيعمل كل المواصفات، أنا بطلب منه كل حاجة Thank you.
Thank you.
أول مرة طبعاً بورسعيد بلد الكرامة والصمود والعطار، وأنا سعيد إن أنا أول مرة آجي وأول مرة أتكرم في بورسعيد أهلي، وإن شاء الله دايماً يعني إن شاء الله مش آخر مرة، إن شاء الله نكون مع بعض دايماً. واسمحوا لي إن أنا يعني طالما سافرني الإبداع أنا أحب طبعاً أحيي كل زمايلي وأساتذتي اللي موجودين معانا هنا، وبهديهم كلهم التكريم، وبخص التكريم دوت لكل ابطال وصناع مسلسل حكاية الحياة، وعلى راسهم المخرج المبدع الاستاذ محمد سامي. ويعني بجد لو كان المفروض يبقى في سفير للابداع فالمفروض ان يكون المخرج الاستاذ محمد سامي، هو فعلا سفير الإبداع، هو فعلا اللي ورا النجاح، كل حد نجح في مسلسل حكاية الحياة. بشكركم جدا. لما يكون سفير الإبداع بيتكرم، تفتكر مهم لمين في قدرة الإبداع؟ Thank you.
ده كله بقول له بورسعيد وكل الناس اللي بورسعيد بحبكم جدا بجد. وفي يوم من الايام كنت بخصص حلقات من برنامجي عشان بورسعيد، استاذ بورسعيد، ودافع عن بورسعيد مش عشان خاطر تقولوا ان انا بدافع عن بورسعيد، عشان انت تستاهل مننا قد كده 20 مره واحنا مقصرين مهما نعمل احنا مقصرين معاك. بشكركم جدا وبشكر كل صحاب تعب، يعني انا ما توقعتش ان المهرجان بالشكل ده، جيت بدري شويه يعني لو اعرف كنت جيت الصبح قعدت بالقاعه. فبورسعيد ليها في قلوبنا كل الحب وكل التقدير، ومهما حد عمل مش هتطلع من قلوبنا. عايز اقول لنجومنا الكبار اللي النهارده الاستاذ سمير والدكتوره اسعدونا ان انا اشوف الاستاذ باسل واشوف الاستاذ احمد واشوف نجمنا الجميل مدحت صالح اللي ما بيقول كلمه قلوبنا بتدق معاه. وعايز اقول للاستاذ مصطفى كامل انت اسعدت قلوب المصريين بجد، انت وحدت المصريين وقلت تسلم الايادي، وانا بقول لك تسلم يا مصطفى يا كامل. انا اسف ان انا ما قدرتش اقول استاذنا الكبير عازف اوتار القلوب وملحن الحب واللي قلبه يدق لازم يحيي الاستاذ حجمي بكر. ربنا يديك الصحه ويخليك لينا ويديك العمر كله. انا مش عايز، انا سعيد ان انا واقف قدام النخبه الجميله دي، الممثلين والاعلاميين واخويا وحبيبي اولي حبيب قلبي الاستاذ شبانه اللي دايما بنسمع منه الجراه والكلمه الطيبه. اشكركم. Yeah.
مختلف. أستاذ مصطفى كامل، ممكن تيجي مع أخوك تسلم لي الدرع؟